كان فيهم يغنوا اغنيات ملحنه حضرتك؟ كانت بينت قدرات صوتهم؟ حبيبي يا امل بكره مثلا اللي كنا عم نسمعها قبل شوي من معين شريف انا عم بقول ليش هالولاد وبقرب ايدل هالشباب وبستوديو الفن هالشباب وباكس بي... فاكتور هالشباب عم بيغنوا بعضهم لوديع هدول صار اولد فاشن عند بعض اراء بالنسبه لبعض الناس ايه بعض بعض الاعلاميين اغلب الاعلاميين مش معقول شو بتكره الاعلاميين؟ لانه هن 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 السوسه مين عم بروج فنون للناس؟ امي مين عم بروج؟ من ينقل الابداع او الحوارات السياسيه او ه... او ال... الفساد او الجمال الثقافه او الجهل مين مم. بشيلهم من اربع حيطان وبحطهم على الهوا بفوتهم على بيوت الناس خالتي امم روحي جيبي الاعلاميين حطي ليهم ورا بعضهم كلهم هلا وتعال أنا أنويكي واحد واحد شي بطقطق من الضحك ما في اعلاميين بالمستوى المطلوب طبعا بس في امم ومحدودين يعني وبعد بدك النظر فيها هي لا 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 ال 10% مكبلين اوكي مش هو الليدر <applause> طيب. آه. واغلبيتهم عندهم شذوذ فكري كمان كيف يعني شذوذ فكري؟ افكارهم شاذه عقل. منحرشين عقلهم كومة زباله لازم بالعصا تنداس؟ لا مالن <applause> الا عصا الكناس وللاسف الكناس مش موجود مم. ما في حدا ينظف ايه؟ الكناسين لا الكنا بده يجي ينظف العقول في اللي فيها زباله بدها ما أيه. مكنسه انتي فايروس بدها انتي بيوتيك والانتي مبيدات <applause> مبيدات <applause> ايوه بدها مبيدات بواحد بيكون قاعد وحده عم تشتغل سكرتير او عم تشتغل بمحل تياب او عم تشتغل كان او طلعت ملكة جمال بضيعتها حلوة شوي بروح مدير تلفزيون او يلا لاك بعمل اعلامية يلا بب داك بب داك بب داك بب داك صارت على الميكروفون كاميرا من تحت لفوق هيك المهم تبين مؤخرتها مزبوط وتفتح على صدرها لتجيب مشاهدين لان المشاهدين ما بدهم شو عم تحكي بدهم يشوفوها بيفشوا يفشوا خلقهم العروبة المحرومة برا بدي آه خلص صار في أكوت على تطلع هي كيف تلفظ الاس كيف تلفظ السين كيف تلفظ الصاد شو عم تحكي شو عم بتقول عم تنهبل ما عم تنهبل اخر هم مدير التلفزيون مهم تكون حلوه مهم تكون حلوه وتبلل له ريقه ويمشي اموره ويجيب له ايكوت تبلل له ريقه اكيد اوف والا ليش بدو اياها ما عندك كل هالمواصفات مش كلهم طبعا بس الأكترية أوف ليش أنت ما معك خبر يعني متفاجئة ولا, ايه أنا أنا ولا, أنا ولا عم بحكي أسرار كبيرة يعني أنا اللي عم بحكي أنا ولد صغير بيعرفه عن جد؟ بس الفرق بيني وبينه أنه هو لسانه مش صليط أنا لساني صليت <applause> نحن ما عم نقول أنت عم بتقول عنا أنا عم بقول شو عم تقوله طيب على سيرة The Voice Kids استمتعت بالبرنامج حبيته جدا بس امبارح كتبت انا على تويتر خبر اخطر شيء بالدنيا لما صغار بيلعبوا لعبه الكبار ولما الكبار بيلعبوا بالعاب الصغار بتكوني في شيء بالدنيا عملتي له شاذ هي شذوذ عملتوا برنامج وطلعتوا للاطفال برافو حلو كتير انبسطنا فيهم لدرجه الناس تضايقت لما يخسر طفل قد ما بده يحس وبدهم ني... قد ما هن مرهفين الحس الناس الجمهور مرهف الحس طبعا وما بده اياه يزعل للطفل وما بدهم يخدشوا شعوره للطفل وكذا خلص الان. لوين هلا عم تعملوا برامج وعم تضعوا لقونا وبسعر البطاقه ما بعرف شو عم بتجيبون للاولاد عاملين لهم تور لشو عم تستغلون ماديا للاولاد؟ هل هالولد هيدا حمل يطلع يوقف على المسرح ويشم ريحه الدخان ويشوف اللبسه قصير ويشوف الشاذ يعني انت ضد انه يسوقوا هلا يعني ليش عم تطلعون على المسارح ليش عم تستغلوا طب العالم ما شبعت من صوتهم بدها تشوفهم تشبع ولا 60 عمرها ما تشبع تشبع الناس مندمر الطفل مندمر له حياته طب ليه عم تعتبرها تدمير مش تشجيع موهبته هو تدمير الولد الصغير شغل تلعب بالبوبي تبعيتها هلا وتروح تكمل درسها اوكي شفنا موهبتها على التلفزيون هيك نكز صغيره وبعدين بيروحوا لما كانوا يعملوا باوروبا برنامج الاطفال كانوا يحطوا دكاتره علم النفس يضلوا منتبهين ما ياخذوا ما ياخذوا وهن هيك عملوا بذا فويس وهلا المطرح ما راح يلموا عليهم بطاقات في كمان حكمه نفسيه قاعدين هونيك ناطرين شوفوا شو عم بيعملوا على المسرح ورا الكواليس م. نام معكم حق تجوا تدقوا تجرحوا هالطفوله هاي اذا اليوم بده يطلع على المسرح تصير توقف وتزقف وتبلش تعمل لهم ايه بكره بتصير معي عم تشوف بدها تقلد لما بدها تبلش تعمل من هون بعد 16 سنه وين بنلاقيها الاياب اي ومن غير ثقافه ومن غير علم بدها تترك المدرسه م. بعدين لما بشوف بي انه اليوم جابت له 1000 دولار حيعود حل عنا حتلاقيها بالجران كافيه وبالبتيك كافيه وبكيف وهون وهون مزروعه هون وهون البنت عم تغني او الشاب فيهم الصغير ليه بدنا ندمر لهم حياتهم؟ كرمال حفنة من الدولارات وين أهاليهم؟ وين الدولة؟ مين عم بيحافظ على الطفولة؟ بأمريكا إذا بشوفوك حتى الطفل مش حاططيل له السيت بيلت بفوتوك على الحبس مرة اثنين ثلاثة باشتكي الولد بيقولوا لك أنت مش خارجة تربيه في ناس مقدمين طلب للتبني بيعطوني لأنه هاد بيعتبرون أولاد أمريكا المستقبلية نحن اليوم أي جيل عم بيحضروا؟ جيل رقصات؟ طيب ليه هالقد عاخذها هيك بهيدا المنحة يا جماعة وعو <applause> اذا ما من... ايه اذا كانوا هيدي الحفلة يشجعوهم فيها للولاد يشبعوا العالم العربي بهالاصوات الحلوة اللي اشتاقوا يسمعوا لو كان بعدين خلص بيروحوا ريم. على البيوت بيدرسوا انت... بيخلصوا بيتسقفوا بيرجعوا بينطلقوا على الساحة الفنية ليش انت هالقد عملت منها مأساة؟ رين ما سمعتيني شو قلت لي قلت لك اوكي نقول انه هن نيتهم طيبة بده بس يسمعوا العالم ولو كانوا اخدين تذاكر حق ماشي الحق بدي انا اقول لهم براءة خلصت هالحفلة وراحوا على البيت البي قبض الف دولار انه رح يبسط بالالف دولار رح يرجع يدفع ابنه او بنته لحفلة لحفلة تانية يمكن لا ويمكن ايه مم. ما فينا نقول هيك ما فينا نخمن قديش يعني. نسبة الايه من اللا بتعتبري ببلد مثل بلدنا والفقر. لا بعتبر انه الاهل واعيين كتير رح بتكون عندهم اللا اكتر انا رايي هيدا لا انت ما بعرف عندك يمكن راي اخر لا انا رايي بيقول انه اذا كان هو ادمي ومرتب وبنتبه بس يقبض مصاري بالزمن اللي نحن فيه والتعتير اللي نحن فيه حيشغله للولد. ناس عم تشغل نسوانها مش حتشغل ولادها أنت انت يا عايشه بحاله كوما انت آلية <applause> يا اما عم بتاك... عم هيك لانك على هوا ميكرو <applause> آه... خلينا ليكي بتعرفي انت من صح عم جرب كون موضوعيه انا لا عم جرب تكوني خيالي الموضوعية من صح بس نصير موضوعيين مم. بس نحط ايدنا على مش هالقد بأزم القصص يعني لا لازم تتأزم القصص لكن ما بدها هالقد انه بالبوليس بأمريكا إنه بس انت كثير عندك كثير تشاؤم يعني نظرتك تشاؤمية صوب كل الامور مش و... تشاؤم انا كثير دارس وشايف برا القانون على حقيقته جاي لهون عم بشوفه تجليطه واللبنانيين صاروا بيعتبروا انه القانون كثير شغله هبل ما انا بشوفها الساعه 12 بالليل بوقف على الشارع وعم يزمر لي بقول لك ما في حدا على الطريق روح لوين بدي امشي؟ في اشاره حمراء بضوء اخضر بمشي، طب ما في حدا لك هالبهله واقف على الطريق، بهله كتر القانون بهلني انا عم ما بلشنا حديثنا هيك نحن اللبنانيه بنعتبر حالنا انه اذكى الشعوب ونحن اهبلها على الاطلاق الشعب الهندي اذكى منا مليار ونص عندهم كهرباء مليار ونص طيب هيك عم بتقول عن الشعب اللبناني؟ عم بتعمم؟ ليكي لما بيكون في آه خمسين بنت او لما بيكون في آه البلوريال لما بيكون الاكثريه هن موجودين بعود الاليه الها قيمه إيه إيه؟ لما بيكون في بقوضة مية عم بيقولوا لا وواحد عم بيقول ايه مين بيربح اللي عم بيقول لا م. لما بقول انا 80% من الشعب بده أنتيبيوتيك شو بعد نفع ال 20% هو ال 20% بتعرفوا وين صاروا فرنسا ايطاليا المانيا وبعد في منهم شوي هون بضلوا يعملوا فرق بضلوا يعملوا فرق بس حيفلوا انا عم بقول لك حيف مم. زياده مم. الرحباني عم بشمع الخيط فالي كيف علاقتك بزياده الرحبانة ما بعرفه ولا بيعرفني فنيا بحبه كثير ست... أه... يعني بس مع انك شنيت عليه هجوم باخر اسطوانه للسيده فيروز انا ما شنيت عليه انا شنيت على اسطوانه عاملة قلت هيدي دوم إيه؟ يعني ليه؟ مش عليه لا على الحانه طيب على هاي الاسطوانه بس ها تبكلي لي هي يا جماعه بس حتى فيروز انت قدت بيك غني غنيتين غنتهم بس فيروز انا ربيان عليها الشذاف تبعيتي فيروز ما حد ما حدا بحب فيروز قد من كل الاعلاميين والصحفيين والفنانين انا اكيد بطلب لك اياها ولا حدا بيحترمه وبقدر ما في شك اكيد وبحب شك. عاصي ومنصور قد بس لما بيبقى في صحافي قلبه اسود وبده يفوت يصطاد بماء العكره طلعت انا انتقدت غنيه غنيتها فيروز من حق قال لي. واحد بس ما ينتقد اياه اللي انت ما حبيته في غنيه ما بعرف شو زقائية هيك و... كان غير شكل الزيتون بعدها هي شوي بتنقطع باخر اسطوانة نزلت يلي مش حافظها صدقيني ما قدرت احفظ ولا غنية مع أن العمل حلو بس مش فيروز ميوزك فيها مم. فكر الكلام كان كتير مبسط وكان خفيف على احمد عدوية يعني <applause> عرفتي؟ هيدا انتقدته بس مم. مش يعني انا بدي انسف له تاريخه للزلمه نعم طيب تصالحت مع وائل كفوري من زمان من زمان ليش ما تصلحت بعد مع نجوى كرم؟ ما انا ما ما في خلاف بيني وبين نجوى كرم ما حدا جرب انه يصلحكم؟ ما فيش خلاف بيني وبين نجوى كرم اصحاب؟ لا ولا اعداء وهذا الهجوم اللي تهجمته على هيدا مش هجوم. شمس الغنيه اللبنانيه هيدا مش هجوم هيدا راي هجوم بيكون لما بتشوفيني لابس بس ما كان لسانك صليت ما شو انا على اللبناني وعلى فكر الاعلام اللبناني على طول لساني صليت انا عم بصلي اذا بدي الحق شو بيفكروا الاعلاميين من وهم. سنتين لما استضفتك هون باستديوهاتنا كمان شنيت شنيت هجوم مش عجبتك غنيه خليني اشوفك بالليل شو اسمه و... هذا البرنامج؟ و... هذا البرنامج شو اسمه؟ والاغنيات اللي غنته نجوى مؤخرا و... وقلت لها اكثر من مره لا بشمس الغنيه اللبنانيه بخطر هلا بدك تقلي انه هول مش هجوم هيدا رايي نحن هذا البرنامج شو اسمه صباح الورد هو فني ايه. حس حالي بنشرة اخبار شنّ شنّ هجوما وشنا شو هالعبارات طيب شو بدنا نستعمل رأي رأي قلت انا رايي انه لازم تنتبه على تيتر الحمله لأنه اصبح بخطر اه. هذا هذا اسمه شامة؟ طيب واللي نازل بالدبابة وعم بقوس شو بتقولوا له هذا؟ شو عمل؟ أنا ما أنا أعطيت رأيي يا جماعة يعني. إنه هيدي عبارات حربية يعني لا مش عم عم. هي عبارات حربية هي ما عبارات فنية مم. أنا اليوم أعطيت رأيي عادي أعطيته بأز أصحابي كيف بدي أعطيه بشخص له صاحبي وله عدو بعطيه بمين مكان عبالك تتصالح مع نجوى كرام ولا 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 عم فك قلت لك مني مختلف انا وياها بعدك مصر اني بدي في بدي صلحه وعداء مني مخ... ما في حدا ولا في في انا اعطيت رايي على اي ما عجبها عجبها مشكلتها مشكله عندها مش عندي لما بتكون المشكله عندي وانا عبالي او ما عبالي ما بحكي بسكت انا عبالي انه كل واحد يقول رايه وبس نطلع من قلب المهنه ووقت طيب ليه بدك تطلع على الاعلام بتقول رايك ما بتحمل التليفون وبتتصل بالشخص وبتقله رايك منك لاله ليش بتستعمل كمان الاعلام للاستعراض؟ ليه انا طلبت منك تحكي عن نجوى؟ لا انا عم بحكي عن انت اللي قلته قبل شفتوا كيف الترتيب انا لو مست... مدنك ايه أنت... حكي عن نجوى شفته... كرم ما سالتك شفته... هلا شفتوا ولما جيت انا حكيت عن نجوى انا دقيت لك قلت لك بدي اجي احكي عن نجوى لا بس انت ايه غير مطرح انت حكي وغير عن نجوى هيك عم غير مطرح لما حكيت دقيت لهم انا قلت لهم انا بدي احكي عن نجوى بدكم تشيلوا اللي فيكم تحطوه فينا ما بعرف ما بعرف انا رح اقول لك شو القصه القصه شو... انا بدكم تشيلوا اللي فيكم وتحطوه فينا انا الوحيد اللي ما بينقال لي هيك لاني انا ما بطلب من اي وسيله تطلعني على العلام. ولا اتزحف على ابوابها وبالعكس بيطلبوني مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه أجي لذلك لذلك لازم تفهموها كيف تصرفت معك هل طلبت منك تعطيني اسئله لا أكيد انا أكيد بعد أكيد كل وسائل الاعلام هيك انا مريتكم شو بتسالوني بجاوي اذا حسيتوا في هجوم على حدا انا عامل مقابله بيكون اللي قاعد عم يحاورني حاطت براس الشر بده هيدا الهجوم م. <applause> بيكون عارف انه انا منطقي بيكون عارف انه معي حق بس مش قادر يحكي هو يمكن لانه صاحب المؤسسه ما بخليه يحكي بيستعين فيي واخر شيء بيستعينوا فيك, فيك يعني ايه, بيستع إيه بيستعين فيي بيعرف اني انا ما عندي بوس غير واحد الله الذي هو في السماء هيدا بالسماء على الارض جنرال عون هذا مش بوس هذا بي روحي أنا حتى الله لست عبدا له أنا ابن على أي أساس أنت معتبر جنرال بي روحي؟ كيف يعني ما ما فسر لنا شوي ليش بدي فسر خصك وانت والمستمعين ان انا لا بس انه في كثير ناس لا مين ب... ما بدي انا فيني اعتبر بي الروحي مين له معي يعني يقرر اذا اذا في اساس او ما في اساس مم. مم. انا حر شوف واحد على الطريق ختيار اعتبره بي الروحي مين له معي اي قانون بيمنعني إني يكون... هذا تبرير لبوستك لاله بوست الايد ليش بدي برر انا شايف الكاميرا وقصدتها وانا لما بست الايد والجبين قصدتها وقعت تفكريني انا هبله لا ما حدا قال أبداً. أنا لا أفعل شيء هيك بال عن سابق إصرار وتصميم طبعاً عفوي يعني لا شو؟ أنا بهيدي البوسة لم أكن عفوي تقصدت؟ تقصدت تطلع الكاميرا مم. أنا عم ببعث رسالة لكل اللي تعاطون سياسي بهذا البلد عم بقول لهم هيدي الإيد اللي بتنباس هاي الإيد نظيفة هذا الختيار هو البركة واليوم كل اللي عم بيصير عم بيرجعوا لكلام الختيار. مش أول واحد حكي عن عبد المنعم تليفون م. وقام عليه إلى أين وتهجموا عليه لميشيل عون م. مش أول واحد حكي عن فساده لكي اليوم ونني. مش أول واحد حكي عن فساد عم بيصير لكي اليوم قوة الأمن، لكي كاميرات بيروت، لكي وين كل اللي عم بيصير الفساد وين بصب بأي جهة؟ يلي حكي عنا ليه ما كنا بدنا نسمع له من ثلاث اربع سنين ونريح البلد من هذا الفساد؟ بس لانه نحن عاهرين مين نحن؟ الشعب اللبناني يعني اغلبيته 80% يعني نعم انا من ال 20% انا من ال... اذا بدك من العاهرين <applause> كمان ما في مشكله آه. انا بقصد بالعاهرين يعني عاهر, عاهر... فكريا يعني طبعًا. لا اكيد فهمانين عليك طبعا لانه نحن جميعا بيعين وطننا وندعي بالوطنيه نحن جماعة جماعة بس بيقول المثل بوس الايادي ضحك على الدقون نحن, نحن جماعة تابعين طائفة طائفيتنا تابعين رجال الدين تبعولنا نحن اخر همنا الوطن نحن همنا الشعارات الدينية فقط وبقمة الغباء والجهل وبوس الايادي مش ضحك على الدقون، ايه في ناس بتبوس وبتضحك على الدقون ببين مين عم ببوس ويضحك على الدقون ومين عم ببوس اصلا